جميل لما الواحد يتمسك بعادات بتقاليده ويحاول أن يظهر هذا الشيء لأكبر يعني لأكبر شريحة من الناس. يعني هذا دليل على فخره بوطنه باعتزازه، وهذا اللي لاحظناه مع الأخ أحمد المحروقي من ولاية آدم. بداية صباح عليك، نقولك صباح الخير. صباح النور، كيف حالكم؟ الحمد لله، صباحك سعادة يا رب. ها خبرنا كيف الأجواء وياك؟ والله الأجواء زينة ومشمشة وباردة، الجو بارد بس تحس الشمس لما تكون بعدك لما تكون في ظل برد. أيوة. الجو حلو جميل، هذا أهم شيء إن الأجواء تكون أجواء جميلة. طيب الأخ أحمد، كذا حابين نتعرف وياك على هذه الرحلة اللي راح تبدأ بإذن الله تعالى من بكرة. إن شاء الله هذه رحلة العهد والولاء لمولانا صاحب الكلا سلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وهي بتاخذ مسيرها من حارة الجامع ومتجهة إلى مكتب الوالي، وبعد من مكتب الوالي متجهة إلى مسقط برج الصحوة. نعم، إذا هي رحلة راح تكون بكرة بإذن الله تعالى بتاريخ يعني 9 ديسمبر، وراح تكون بإذن الله تعالى لغاية يوم 16 ديسمبر، 9 أيام، وأنت ترتحل في يعني ولايات السلطنة لأن أن تصل إلى ولاية أو مثلا إلى برج الصحوة، وخصوصا يعني يمكن الفكرة الجديدة الأخ أحمد أنك على الإبل. خبرنا ليش اخترت يعني الإبل بالضبط؟ الإبل كانت تستخدم في الترحال سابقا، ونريد نرسل رسالة للأجيال القادمة أنه قبل السيارات كانوا الناس يستخدموا الإبل في الترحال، وكانوا يستخدموا الخيول، وكانوا يستخدموا الحمير. فهمت؟ فهذه عادة تراثية قديمة ومفروض نحيبها هذا المعروف، لأنه الإبل متوفرة معنا، ما بس الإبل تستخدم لعدة أشياء، لكن أنا أريد أعطيها طابعها القديم في الترحال. نعم، وهذا يعني يمكن نقدر نقول من المبادرات الجميلة، خصوصا الأخ أحمد يعني من خلال هذه الرحلة 9 أيام بيقولك الواحد يعني أحسن لي أروح بالسيارة وبوصل بسرعة، هي كلها رحلة مسيرة يعني لين ما أمر لين ما أسير لين ما أوصل. فاختيارك لي يعني الإبل فعلا اختيار موفق. أيضا لاحظت من خلال هذه الرحلة أنك راح تمر على أماكن تراثية عمانية. نعم، من نطلع من آدم في معانا تقريبا 10 كيلومترات من ولاية آدم اكتشف قرية قديمة الذي تعدل على 600 سنة، 5000 سنة، وهذه بنمر هناك عشان ناخذ صورة مع المخطط القديم الذي في المباني الذي هو في الصحراء، وبنصور هناك عدة صور عشان نرسلهم إلى نريد نبين أنه في آثار قديمة موجودة في السلطنة. نعم. ولازم نحافظ عليها، ولازم نروح نشوف كيف كانوا بيوتهم مستويات. فهذه نفس الشيء نريد نرسل رسالة في هذا الشأن في من ناحية التراث. بعدين بنمر على البشائر عند حديقة البشائر اللي هي بتكون حديقة الحيوانات في البشائر، وبعدين نروح إلى ميدان البشائر. ليش نقيد ميدان البشائر؟ لأنه البشائر عندهم اهتمام في تربية الإبل. نعم. وأن أحسن ميدان موجود في السلطنة الذي هو ميدان البشائر في الاستخدام الإبل في الريس وفي المسابقات في هذا الميدان. بنمر عليه من هناك إن بنروح إلى ولاية منح. ولاية منح لها نزوة أشياء قديمة الذي هي فيها مدينة هناك قرية الذي بغي نمر عليها وناخذ انطباعا مع القرية ومع الإبل في نفس الوقت. نعم. بعدها تبقى ترتحل القافلة إلى نزوة ونزوة، ومن نزوة إلى بركة الموز، ومن بركة الموز إلى إسكي، ومن إسكي بنروح إلى مطي. نعم. مطي في قرية قديمة مبنية بالحجر ووزارة التراث رممتها حاليا، ونمر عليها فلج. نفس الشيء هناك بغي أعطي الصور وأعطي انطباع لهذه القرية.
لأنها قرية عريقة ومفروض نسوي لها إعلان إنسان متجهين في السياح. نعم. فهذه الأشياء نحن نريد أن نثبتها للسواح لما يجوا، سواء السواح داخل البلد ولا من أهل البلد، والسواح من برا البلد. نعم. وطبعا هذه الأشياء أنا لو أجلس أتناقش مع الشباب عن الحارات وعن المدن التي هذاك، قل هل هذا موجود في عمان؟ أيوه هذا موجود. عمان عندها تاريخ عريق، ونريد لازم نسوي له إعلان دور متمم في هذا، ولازم من الذي يتممه؟ يتممه هل البلد يعني طلعوا بمبادرة ويسويوا هذه البادرة تراوي أنه في كان شيء في المكان الفلاني كذا وكذا وكذا. نعم. فهذه هي الرسالة التي نريد نرسلها في هذه الرحلة. يعني للأمانة هي عبارة عن رسالة هادفة لأخ أحمد، أنك أنت تحاول تري العالم هذه الأماكن التراثية العمانية العريقة الموجودة معانا في السلطنة. سبب نعم. اختيارك المحطة الأخيرة لبرج الصحوة. برج الصحوة له معالم، وهذه المعالم تذكرنا بمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب، لأنه يشيد هذا المعلم الذي يمر على ثلاث طرق. أولا إذا بغيت تروح الباطنة بتمر على برج الصحوة، إذا بغيت تروح الداخلية والشرقية بتمر على برج الصحوة، وبرج الصحوة معالم الذي هي تطل على ثلاث جهات وإنت طالع من عاصمة من العاصمة. فهذه ليش اخترت برج الصحوة بالضبط؟ جميل. وراح تكون متواجدة هناك بتاريخ 16 من ديسمبر في الساعة 7 صباحا. اختيار الوقت بعد أتوقع أنه هو عامل مهم كثير، خصوصا يعني يمكن في السابق الأخ أحمد، وأنا يعني اللي فهمت أنك أنت تحاول تحيي الطابع القديم اللي كان موجود معنا في السلطنة، الإبل، لحظات الصباحية، الرحلات اللي كانت عن طريق القوافل. أيضا سؤالي لك، هل هذه الرحلة راح تكون أنت بروحك ولا في أحد راح يرافقك؟ هذه الرحلة بيكون فيها ثلاثة أشخاص. إنزين، شخصين يجوا في أوينا الأخيرة، لأنه عندنا واحد عماني الذي هو يمشي دائما في السلطانة برجوله، لا ما عنده إبل ولا عنده أي شيء، بس مشي برجوله، هو الأخ محمد. هذا بالتحق بيكون معانا في القافلة. زايدة في واحدة دنماركية كاتبها وتكتب عن الأشياء العمانية. جميل. وهي بتكون معانا في الرحلة هذه، وتكون هي تأرخ كل مكان الذي مرينا فيه، وبتكون تكتب عن هذه الرحلة. طبعا في مشاركة من امرأة من دنمارك. نعم. وبتكون معانا. نعم، أكيد نتمنى لكم بإذن الله تعالى كل التوفيق والنجاح من خلال هذه الرحلة اللي تحمل في يعني خباياها العديد من الأسرار، خصوصا اختياركم للأماكن التراثية، اختياركم للوقت، اختياركم أيضا للحيوان الإبل. فجميل مثل هذه المبادرات. وإذا في كلمة كذا حابنك توجهها لكل من يسمعنا في هذه اللحظات، الأخ أحمد، فهي الكلمة معك. أريد أوجه كلمة أول شيء الشكر الذي الناس قائمين بهذه الرحلة، خاصة عضو مجلس الشورى الشيخ سالم بن حمد المحروقي، والأخ المكرم الشيخ المكرم علي بن ناصر المحروقي، ووالي عدم. هذا الشكر اللي هم بالوصول، وزائد الناس الذي بوقفوا. أنا أريد من رسالة حل المجتمع، أريدهم يطالعوا كيف كانوا يمشوا الهاي، وانت تمشي في سيارتك 120 كيلومتر في الساعة سوق، تشوف على يسارك ولا على يمينك بتشوف احمد حارب وهو داخل فوق المطية يمشي، انت تمر عليه كصاروخ وهو يمشي شوي شوي. فانت لازم تاخذ عبرة كيف كانوا حيان يرتاح له. نعم. يعني لما واحد يطلع من ادم الى نزوة كيف كان يمشي. صحيح. والحين من نزوة الى ادم تقريبا نص ساعة انت موجود في نزوة. فلازم نفكر تفكير سوا في أننا نحن اليوم عايشين في السيارة وعايشين في نعيم وعايشين في تكييف في السيارة، وكانوا أول الناس يرتحلوا، الجمل شال أشياء وشال النهوة وضربة الشمس
وضربة البرد وأوقات يحصلوا أمطار في الطريق، فلازم نأخذها عبرة في هذا الشيء لأن الذي نحن اليوم مرتاحين فيه من السيارة. ولازم نحترم الشارع لما نسوق، ولازم نعرف الأمان لما نسوق، لأنه كثرة الحوادث بسبب السرعة، وهذه تدل لما تمر على الرحال العماني أحمد حارب لازم نفكر أنا أسوق 120 بهذه السرعة وهذا الإنسان يسوق 5 كيلومتر في الساعة، لازم يأخذها عبرة، فمعناته لازم يكون يحافظ على سلامته وهو يسوق في السيارة. هذه الرسالة الذي أقدر أرسلها. الرسالة الثانية الذي أقدر أرسلها للمجتمع من ناحية الأوراق، لما يروحوا أي مكان رحلة ينظفوا المكان الذي هم استخدموه. ثاني شيء، لا يبقى أي أحد من السيارة أو صاخل الشارع، لأن نحن كأهل بوش وكأهل أغنم مستاذين من البلاستيك الذي موجود في كل مكان. نعم. هذه الرسالة ممكن أعطيها للمجتمع. إن شاء الله صوتك يوصل إلى المجتمع وأيضا بشكل خاص لكل من يعني يسلك هذه المشاوير في هذه الأوقات الصباحية وحتى في الأوقات المسائية. هي رسالة سامية بكل تأكيد. شكرا لك أحمد المحروقي، ونتمنى لك بإذن الله تعالى رحلة موفقة. شكرا على إذاعة الشباب، وجزاكم الله خير، وبتكون متواصلين إن شاء الله أول بأول في راح نلاقيك هناك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم سعيد. جزاكم الله خير، مشكورين، أحسنتم. مع السلامة.